بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج الدين والحياة، والتي نستمر معكم فيها على مدى ساعة كاملة بمشيئة الله تعالى. في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج مصطفى مستنطق وياسر زيدان. مستمعينا الكرام، في حلقات برنامج الدين والحياة نناقش موضوعات تهم المسلم في أمور دينه ودنياه، ونسلط الضوء عليها من خلال ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه الحلقة نتحدث حول زدني علما، حول العلم وأهميته وفضله وطرق تحصيل العلم وفضل العلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومجموعة من النقاط التي سنتحدث عنها في ثنايا هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، ضيف حلقات برنامج الدين والحياة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فضيلة الشيخ. بمشيئة الله تعالى مثل ما ذكرت سيكون حديثنا حول ربي زدني علما، هذا العلم الذي يمثل أهمية كبرى في حياة البشرية وفي حياة الإنسان، وبه ترقى المجتمعات وبه أيضا تتقدم وتزدهر. حديثنا حول العلم ومن منظور ديننا الإسلامي وحول ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن دعنا نبدأ الحديث فضيلة الشيخ حول أهمية العلم للإنسان بشكل عام. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهي طيبة لك أخي وائل وللأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. وحديثنا اليوم هو عن العلم، فضله وما جاء في شأنه وطرق تحصيله. العلم من أهم السمات والخصائص التي امتن الله تعالى بها على الإنسان بعد خلقه. الله تعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، قال الله تعالى الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان بلا علم لا يختلف عن سائر المخلوقات التي خلقها الله تعالى وجعلها غير عالمة إلا بحدود ما تقيم معاشها، بحدود ما يحصل لها بها الهداية لخلقها. أما الإنسان فله من العلم والمعرفة ما ميزه الله تعالى به على سائر الخلق، ولذلك كان في فاتحة الرسالة التي بعث الله تعالى بها محمد صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى أهمية العلم وضرورته وضرورة الإنسان إليه في تحقيق تميز البشري وفي تحقيق الغاية من خلق الإنسان. قال الله جل في علاه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم قال الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فميز الله تعالى الإنسان بما من عليه من المعارف والعلوم والمدركات التي ميزته عن سائر الخلق. قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فذكر جل في علاه أن من مقتضيات رحمته ومن معاني ودلالات اسمه الرحمن أن علم القرآن، علم الإنس والجن القرآن، ثم ذكر خلق الإنسان، ثم ذكر تعليمه البيان وهو ما يبين به عن نفسه. وبقدر ما مع الإنسان من المعارف والعلوم، بقدر ما يحصل له به التميز والعلو
كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد نفى الله تعالى التسوية بين من يعلم وبين من لا يعلم، فجعل الذين لهم من العلم ما يميزون به المعارف ويميزون به الخير والشر ويدركون به ما ينفعهم، جعلهم في مرتبة عالية. قال تعالى في نفي التسوية بين من يعلم ومن لا يعلم، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فنفى الله تعالى التسوية بصيغة الاستفهام الذي يفيد التحدي، ولا يمكن أن يستوي من يعلم مع من لا يعلم. ولذلك كان العلم في منزلة في هذه الشريعة رفيعة عالية. إلى ذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسأله المزيد من المعارف والعلوم، قال جل في علاه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وقل رب زدني علما. فأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم والمعرفة، وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر الله تعالى نبيه وصفيه وخيرته من خلقه أن يسأله المزيد منه، ولا يكون ذلك إلا لعظم شأن العلم وعظم شأن المعارف التي أمره الله تعالى أن يسأله إياها. فالعلم الذي أمره بالاستزادة منه وما فتحه الله تعالى عليه من الوحي الذي يتحقق به للبشرية صلاح المعاش وصلاح المعاد، صلاح الدين وصلاح الدنيا. ولما كان العلم يرفع أصحابه إلى منزلة سامية جعلهم الله تعالى ممن يستشهدهم على إلهيته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جعل الله تعالى أولو العلم، جعل الله تعالى أولي العلم أصحابه الذين أحاطوا به وبلغوا منه مبلغا أن كانوا من أهله في منزلة سامية، فجعلهم شهداء على إلهيته. وهذا أعظم مشهود به، أعظم مشهود به هو الشهادة لله بالإلهية. وفي كل الموارد التي ذكرها الله عز وجل أثنى على العلم وجعله سابقا لجميع أنواع القدرات التي منحها البشر. في قصة سليمان عليه السلام في الاتيان بعرش ملكة سبأ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي أمين. ذكر القوة والقدرة على الاتيان به في تحمل هذا العرش ونقله من سبأ في اليمن إلى حيث كان سليمان عليه السلام. لكن كان السابق بالعلم مقدما في الاستفاء عند سليمان، وقال الذي عنده علم من الكتاب قال وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فانظر إلى الفرق بين القدرتين، قدرة العفريت من الجن الذي يعتمد على قوته وميزة العلم الذي كان عند من عنده علم من الكتاب. فكان العلم سابقا في تحقيق المطالب متقدما على القوى البدنية التي ينجز بها الإنسان ما لا يقوى عليه غيره.
ولهذا القوي بعلمه ومعرفته يسبق القوي ببدنه، يسبق القوي ببصره، يسبق القوي بسمعه. فكل القدرات التي مكن منها الإنسان تتصاغر أمام قوة العلم وقوة الإدراك والمعرفة. ولهذا السبق في الدين بالعلم، والسبق في الدنيا بالعلم، والسبق في كل شأن بقدر ما مع الإنسان من العلم في ذلك الشأن. وهذه قاعدة مضطربة في كل سبق يؤمل الإنسان. إذا أردت أن تسبق في أي باب من أبواب الأمور التي تريدها أو تأمل فيها، فكن بها عالما سابقا فيها بعلمك، تكون فيها متقدما ومتصدرا على غيرك. لذلك كان العلم من الأهمية بمكان ما جعله بهذه المنزلة التي جاءت النصوص بالدلالة عليها من جهة أمر الله عز وجل رسوله بالتعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومن جهة أمر الله عز وجل رسوله بطلب المزيد من العلم في قوله وقل رب زدني علما. هذه النصوص وإن كانت العلوم الشرعية، العلوم علم الوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وأوحاه الله تعالى إليه، إلا أنها مشيرة إلى سائر صنوف العلم التي بها تصلح دنيا الناس. ولذلك القوة البدنية التي نقلت عرش سبأ، ملكة سبأ من سبأ إلى حيث كان سليمان، إنما هي بقوة العلم وليس بالقدرة البدنية أو القوة على 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 الشيء، إنما بالإحاطة التي أعطاها الله تعالى لهذا. فكان أن سبق ذلك العفريت من الجن بهذا المقدار، قال وقال الذي علمه عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وذلك قبل أن تقوم من مقامك. فكان بينهما فرق مؤثر، فلذلك كان السبق بالعلم في أمر الدين وأمر الدنيا ظاهر لكل أحد. ولهذا الأمم الآن بقدر ما معها من العلوم والمعارف تجد طيب معاشها، تجد تقدمها على تجد تقدمها على غيرها، تجد سبقها، تجد مكانتها في الأمم. كل هذا بقدر ما معها من العلوم والمعارف. وبالتالي لابد أن يكون الإنسان سابقا بالعلم حتى يدرك ما يؤمل من خير الدنيا والآخرة. هذا ما يتصل بأهمية العلم. العلم مفتاح التميز، العلم طريق السبق، العلم طريق التفوق، العلم طريق التميز. العلم يدرك به الإنسان ما يؤمله، ما يطمح إليه، ما تتمناه نفسه في أمر الدين وأمر الدنيا. قد يقول قائل موازنة العلم ببقية العطايا التي يوهبها الإنسان، تجد أن العلم في الذروة وفي السبق، وعقدنا مقارنة بين العلم وقوة البدن، فتبين أن العلم أسبق وأفضل من القوة البدنية. وكذلك سائر الهبات، لو وازنت بين المال والعلم لوجدت أن المال لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا بعلم. ولهذا كان العلم سابقا لكل العطايا والهبات. فما أعطي أحد عطاء ولا خيرا ولا أوسع ولا أبرك ولا أنفع من أن يمن الله تعالى عليه بالمعارف والعلوم النافعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا ذكر لعلم هو أنفع العلوم، وهو العلم بالله والعلم بأمره جل في علا. جميل. ننتقل بعد ذلك إلى أي فضيلة الشيخ، نريد أن ننتقل إلى النقطة الأخرى التي سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة، وهي عن فضل العلم في القرآن والسنة. بعد أن ننتقل من هذه النقطة، يعني بالتأكيد سنذكر
في سياق ذكرنا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأيضا سنطرح استشكال: هل العلم الذي جاء في هذا الحديث هو كل علوم الدنيا أم فقط العلوم المعنية بعلوم الشريعة أم لا؟ ننتقل إلى النقطة الثانية ونتحدث عن فضل العلم في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. العلم في القرآن الكريم بيّن الله تعالى منزلته بالامتنان به على الناس. في سورة الرحمن قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، ثم ذكر خلق الإنسان بعد العلم، مع أن الخلق سابق للعلم لكن هو الذي يتميز به، فلذلك قدمه ذكرا وذكر العلم بالقرآن لأنه أصل العلوم النافعة، وهو الجامع لكل الهدايات التي يصلح بها معاش الناس ومعاد ويصلح بها معادهم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شأن من شؤون البشر في أمر دينهم وأمر دنياهم. ثم قال: علم خلق الإنسان علمه البيان، وبعد ذلك ذكر من آياته الدالة على عظمته ما ذكر في هذه السورة الكريمة. وفي سورة اقرأ أمر الله عز وجل رسوله بالقراءة، والقراءة هي وسيلة من وسائل التعلم، والقراءة ليس المقصود بها القراءة التي هي التهجي للحروف، بل القراءة هي طريق للتلفظ بالنافع من القول، الذي في قراءته وتلاوته يدرك الإنسان ما يكشف له الملتبس، ما ينير له السبيل، ما يميز به بين الحق والباطل، ما يعرف به الهدى من الضلال، ويعرف الخير من الشر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ثم قال: الذي علم بالقلم. لماذا ذكر القلم؟ القلم ذكره الله تعالى وامتن بتعليمه على البشر لأنه الوسيلة التي تدرك بها العلوم. فالعلوم تقيد وتكتب وتسجل، وبذلك يدرك الناس مصالح عديدة ومنافع كثيرة لا يدركونها بغير الكتابة، بغير القلم. علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم في أمر دينه وفي أمر دنياه، فحصل له به التميز الذي ذكره الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالآيات الكريمات ظاهرة في الدلالة على فضل العلم وتقدمه وسبقه، وأن الإنسان بالعلم والمعرفة ينال السبق الذي يتميز به على غيره من بني جنسه، وبه يتميز على سائر الخلق، لأن الإنسان إنما يفضل غيره من الخلق، جنس الإنسان يفضل غيره من الخلق لما ميزه الله تعالى به من العلوم والمعارف. وقد قال الله تعالى في بيان عظيم أثر العلم في تحقيق غاية الوجود: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخاف الله ويعظمه ويتقي حق تقواه من خلقه وعباده العلماء. العلماء هم أولى الناس بتحقيق الخشية، فبقدر ما مع الإنسان من العلم بقدر ما معهم من الخشية. ولهذا جعل الله تعالى العلم في منزلة، والعلم أهله في منزلة رفيعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونفى العلم عمن تخلفوا عن تحقيق العبودية له، وجعل العلم بالدنيا مع الغفلة عن الآخرة موضعا للذم، لأنه تقديم لما حقه التأخير. قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون.
فالعلم الذي جاءت فضائله في الكتاب والسنة هو العلم بالله والعلم برسوله وما جاء به من الهدى ودين الحق، والعلم بما يصلح معاش الناس ويحقق لهم عمارة الأرض التي خلقوا فيها وامتحنوا في البقاء عليها إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وأمروا بعمارتها، ولا يمكن أن تعمر الدنيا إلا بالعلم والمعارف. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة في الدلالة على فضل العلم وعظيم قدره ورفع منزلته، من ذلك أن العلم بالدين، العلم بالفقه، العلم بالشرع، العلم بالعبادة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل الخير للإنسان، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالغيث النازل على الأرض وتفاوت الناس في تحصيله والانتفاع به، قال صلى الله عليه وسلم بما رواه أبو موسى الأشعري: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، فمثل العلم كمثل الغيث. العلم يحيي النفوس، العلم يحيي الأرواح، كذلك الغيث كما الغيث يحيي الأرض بعد موتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا من تلقى العلم وانتفع به وأخذ بما فيه من المعاني والمنافع التي ميزت، كالأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فانتفع به الناس. لكن هناك طائفة أعرضت عن العلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهو القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، أراضي سبخة الماء ما يقر فيها بل يتبخر ويذهب، فلا تشربه الأرض فينتفع به فتمسكه أو ولا تنبت كلان، فهي لا تمسك الماء ولا تنبت النبات. فهذا مثل الذي لم يعتني بالعلم ولم يلتفت إليه ولم يستفد منه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم في منزلة يغبط عليها صاحبها: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحسد في قول لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة، ويتمني الخير والمشاركة فيه. ومما يدل على فضل العلم أنه مما يبقى أثره بعد موت الإنسان ورحيله، كل الأعمال تنقطع بعد موت الإنسان إلا ما كان مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رجع في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي في طلب العلم والبذل في تحصيله في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، أي في الطريق الموصل إلى الله عز وجل. جاء ذلك في الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. أما فضل العلم على غيره فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون أن يدعون ويستغفرون
بالنسبة للخلق، وأما الله فصلاته مباركته وسوقه الخير الكثير لمعلم الناس الخير جزاء وفاقا. ولذلك كانت ميزة العلم في السنة بينة ظاهرة، وقد ألف العلماء رحمه الله في ذلك مؤلفات عديدة في بيان فضل العلم والحث عليه. ولهذا لا يرتاب عالم بفضل العلم وتميزه ورفعة مكانته لكثرة ما جاء فيه من الآيات والأخبار والآثار، وتواترت الدلائل وتطابقت على فضله والحث عليه وعلى الندب إلى تحصيله وبذل الوسع في إدراكه. هذا ما يتصل بما جاء في الكتاب والسنة في شأن العلم. هنا سؤال، هذه النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في فضل العلم في أي علم جاءت؟ وما المراد بهذا العلم الذي جاءت فيه هذه الفضائل؟ الجواب على هذا السؤال، أول ما يدخل فيما جاءت به النصوص من فضل العلم هو العلم بالله والعلم برسوله والعلم بأمره. العلم بالله والعلم بأمره وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، هذا بلا ريب ولا خلاف بين العلماء أنه أول ما يدخل في النصوص التي جاءت في فضائل العلم وبيان عظيم منزلته ورفعة أهله. لكن هل هذا يعني أن لا يكون في سائر العلوم الأخرى فضيلة؟ الجواب لا، ثبوت فضيلة لشيء لا ينفي الفضيلة عن غيره. ولذلك كل علم نافع مما ينفع الناس في معاشهم ودنياهم له من الفضل بقدر ما يحصل به من النفع. وهذه قاعدة مضطردة، أن العلم أجره وفضله بقدر ما ينتج عنه من ثمرة ونفع. ولهذا علم الطب وعلم الهندسة وسائر العلوم بجميع أبوابها وصنوفها هي من العلوم التي تنفع البشرية، هي من مما يثبت لها الفضل ويؤجر عليها الطالبون لها إذا قصدوا بذلك الخير واستحضروا النية الطيبة. أما العلم الشرعي، الفارق بين العلم الشرعي وغيره أن العلم الشرعي طلبه في ذاته عبادة، في ذاته عبادة يؤجر عليه الإنسان. العلوم الأخرى لا بد فيها من استحضار النية حتى تحصل الفضيلة. ولكن ثمة كما أنه هذه ميزة لطلب العلم الشرعي على سائر العلوم الأخرى، لكن ثمة أيضا ملحظ مهم، أنه إذا طلب العلم الشرعي لأجل التكسب به وليس لأجل رضا الله عز وجل ومعرفة شرعه والقيام بأمره كان ذلك وبالا على صاحبه، ومن طلب العلم الشرعي للدنيا كان ذلك وبالا عليه. ما نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المسائل، إنما الإشارة إلى المعنى العام، أن كل علم يسعى الإنسان في تحصيله فإن ثوابه وأجره فيه على قدر ما في قلبه من النية الصالحة وعلى قدر ما ينتج من ذلك العلم من منافع ومصالح وخير للإنسان نفسه ولغيره. وبالتالي ينبغي أن تفتح الأبواب على مصراعيها في كل العلوم النافعة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو واجب عيني على الشخص نفسه، ومنها على كل شخص بنفسه، ومنها ما هو واجب كفائي، أي بمعنى أنه يجب أن ينتدب إليه عدد من أبناء المسلمين ليسدوا الحاجة إليه في كل مجالات التعلم والمعارف بلا استثناء،
مما يحصل لهم به خير الدنيا وإقامة المعاش والتنمية وما إلى ذلك مما تعمر به البلدان وتطيب به الحياة. هذا ما يتصل بفضائل العلم الوارد في الكتاب والسنة وما يتصل بأي العلوم التي شيخ خالد نريد أن نكمل حديثنا حول ما بدأناه في هذه الحلقة حول المعنى الذي نتحدث عنه حول رب زدني علما، حول أهمية العلم وفضل العلم في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى. نريد أن نتحدث في جانب طرق التعلم، وبالتأكيد فضيلة الشيخ يعني الطرق كثيرة، من ضمن هذه الطرق طرق التعليم عن بعد، وما نشهده في هذه الأيام من عودة العام الدراسي ولكن بالتعليم عن بعد. نريد أن نتحدث حول هذا الجانب وأيضا التحديات التي قد تواجه هذا النوع من التعليم. نعم، والعلم كما تفضلت ليس له طريق، ليس له طريق واحد، إنما له طرق شتى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل العلم طرق، وهذا حتى في السابق، يعني ليس شيئا حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العلم فيما مضى من زمان وفيما كان في عهده صلوات الله وسلامه عليه. طرق العلم ليست محدودة ولا محصورة، بل هي متنوعة متعددة، فقد يكون العلم بالقراءة، قد يكون العلم بالتلقي المباشر، قد يكون العلم بالسماع، قد يكون العلم بالحس والإدراك والنظر، قد يكون العلم بالارتحال والانتقال، كلها طرق كثيرة. في هذا العصر لما فتح الله تعالى على الناس ما فتح من مخترعات وسبق في مجالات التواصل، كان ثمة ما يسر تحصيل العلوم بطرق لا حصر لها ولا عد، ومن ذلك ما يتصل بالتعلم عن بعد. في الزمن السابق يحتاج الإنسان لنيل العلم إلى الانتقال والارتحال وقطع الفيافي والقفاض ليصل إلى ما يريد من المعارف والعلوم. اليوم تيسر ولله الحمد من وسائل التواصل ومنتجات المخترعات وسائل تكنولوجية عديدة، من خلالها استطاع الناس أن يصلوا إلى المعارف وهم في أماكنهم: الهاتف، الراديو، الفاكس، التليكس، التليفون، التلفزيون، الكمبيوتر، أخيرا الإنترنت. كلها وسائل أصبحت من الوسائل التي يدرك بها الناس معارف كثيرة دون أن يرتحلوا وينتقلوا. حتى أصبح العلم يأتي الإنسان وهو في مكانه، في محل إقامته، يصله في بيته، يصله في موقع عمله، يصله في بر وبحر، في سفر وإقامة، في كل أماكن الدنيا يستطيع أن يتعلم. ولذلك ليس هناك حاجز بين الإنسان وبين التعلم. التعلم عن بعد في الأنظمة التعليمية هو طريق من طرق التعلم مستعمل وموجود. الذي حدث في هذا النمط من التعلم هو أن الناس أقبلوا عليه في غالب بلاد الدنيا بسبب ما نزل بالناس من هذه الجائحة التي غيرت نمط معاش الناس في نواحي عديدة، ومن ذلك التعلم. حتى تعطل عن التعليم التقليدي المباشر
في بعض الإحصاءات نصف طلاب العالم، نصف طلاب العالم يتلقون العلم منذ هذه الجائحة عن طريق التعلم عن بعد. وفي بعض الإحصاءات ذكروا 290 مليون متعلم يتعلمون عن طريق التعلم عن بعد، من نظام التعلم عن بعد في 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 شرق الأرض وغربها. ولا شك أن القيادة الرشيدة لهذه البلاد المباركة اختارت ما هو الأنسب للناس مما يجمع لهم السلامة في أبدانهم والارتقاء بنفوسهم وأرواحهم، فالعلم به يرتقي الناس ويحصل للبشر التميز، ويحصل للوطن ما يؤمله من بناء الإنسان. فكان من توفيق الله عز وجل أن وجه ولاة الأمر بالبداءة بالتعليم في هذه السنة عن طريق التعلم عن بعد، وذلك لإدراك العلوم وعدم التخلف والتأخر في جائحة لا يعلم ما هو مستقبلها ومتى تنتهي وما إلى ذلك مما تقرره الجهات المختصة عند توافر المعلومات و وجود ما يكون إن شاء الله سببا لرفع هذا البلاء عن الناس. المقصود أن التعلم عن بعد وجهت إليه الجهات المختصة من قبل ولاة الأمر لئلا يتعطل الناس عن ركيزة من ركائز حياتهم ومهمة من مهماتهم ودعامة من دعائم البناء والتنمية والإصلاح للإنسان. فكان هذا القرار الرشيد بالتوجيه بالبداءة بالتعلم عن طريق التعلم عن بعد، إلا أن التعليم عن بعد يحتاج إلى إدراك وإلى تكاتف جهود وإلى تعاون وثيق من كل الجهات المسؤولة عن التعليم، سواء كان ذلك من الطلاب المتلقين للعلم وهم المستهدفون بالعملية التعليمية، أو كان ذلك في أسرهم وعوائلهم وولاة أمرهم من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، أو كان ذلك في الطاقم التعليمي من مدرسين وأعضاء هيئة التدريس على اختلاف مستويات التعليم ومراحله، أو كان ذلك في حق الجهات الإشرافية من الوزارة والجهات المعنية وزارة التعليم والجهات المشرفة على العملية التعليمية. لا يقتصر هذا، لا يقتصر الدور في إنجاح هذا النظام الجديد الذي اقتضته هذه الجائحة على هذه الجهات، بل ينضاف إلى ذلك دور الإعلام، فإن الإعلام أثرا بالغا في التوجيه والحث والتقويم والإصلاح وتحقيق الغاية من هذا التعلم. جميل. التعلم عن بعد حقيقته يتميز بمزايا عديدة. أولا حقيقته أنه إيصال المعلومة إلى المتعلم دون مباشرة المدرس للمتعلم في موقع واحد، بمعنى أن يصله المعلومة وهو في بيته، وهذا الذي يجري الآن في هذا النظام التعليمي الجديد. وإذا أدركنا هذا عرفنا أنه الآن المسؤولية الكبرى في نجاح هذه العملية التعليمية على الطالب، ولهذا يصنف التعليم عن بعد ضمن أوجه التعليم الذاتي الذي يعتمد على الشخص نفسه وعلى قدراته واستعداداته للتعلم. فبقدر ما يكون لدى طلابنا وطالباتنا أبنائنا وبناتنا
في جميع مراحل التعليم من الرغبة في التعلم بقدر ما يحققون من النجاح في التعلم عن بعد. ولهذا كانت المسؤولية الأولى التي ينبغي أن نركز عليها هو بث روح الرغبة في التعلم، بيان فضل العلم، بيان منزلة التعلم في بناء الإنسان ونجاحه وسعادته في دنياه وفي آخرته. وهذه مسؤولية كبيرة، والقائم بها والمسؤول عنها الآباء والأمهات ودور التعليم وقنوات التوجيه بشتى وسائلها وشتى منابرها. جميل. فضيلة الشيخ، يعني بودي أن نستعجل في حديثنا وننتقل في حديثنا عن جانب مهم وهو جانب الأسرة، دور الأسرة في قضية التعليم عن بعد، خاصة أن الحمل يكون عليها أكثر، وهذا أيضا في جانب آخر إذا ما أخلص النية لله عز وجل الوالدين في تعليم أبنائهم سيتحصلون على الأجور والأفضال الكثيرة بمشيئة الله تعالى. بدي أن نختم هذا في دقيقة ونصف لو تكرمت. هو الأسرة بالتأكيد ركن أساس وحجر زاوية في ما يتعلق بعملية التعليم عن بعد، وذلك أن التعليم عن بعد هو في البيوت. الآن البيوت هي المدارس، الآن المدارس ليست في دور وأبنية مخصوصة، بل كل بيت مدرسة، والآباء والأمهات مشاركون مشاركة كلية في تحقيق الغاية من التعلم وإنجاحها. ولذلك من المهم أن يعرف الآباء والأمهات أن نجاح عملية التعليم عن بعد من ركائز هذا النجاح ودعائمه ما يبذلونه من توجيه، متابعة، ملاحظة، تهيئة، تيسير، تسهيل على الأبناء، ترغيب في تحصيل العلوم، تواصل مع الجهات التعليمية بكل ما يمكن أن يكون منجحا ومؤديا للغرض، أيضا اتباع والحرص على الالتزام بالتوجيهات التي تبعثها الجهات التعليمية، المدارس والوزارة وإدارات التعليم، من خلال ما يوجهونه وما يبعثونه من رسائل وتوجيهات. الأسرة، آباء وأمهات، لهم عليهم مسؤولية كبيرة. العبء الذي كان تتحمل المدرسة في إدارتها ومدرسيها الآن انتقل إلى البيت، وبالتالي لابد أن يكون هناك جهد مضاعف من الآباء والأمهات، ويحتسبون الأجر في ذلك، فإن الله تعالى حملهم مسؤولية هذا النشأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلنتكاتف ونتعاون، ونحن في قيامنا بهذه المسؤولية سنجني ثمارها في صلاح أبنائنا وتميزهم وصلاح معاشهم وارتقائهم، وأيضا أن يكونوا لبنة في وطن مبارك يخدمونه ويقدمون له ما ينفعه ويحرسه ويميزه بين الأوطان. جميل. كل هذه المعاني لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا كآباء وأمهات وأسر، وأن نكون عونا لأبنائنا وبناتنا على ما على هذه التجربة الجديدة في التعلم عن بعد. جميل. أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن ينجح المقصود وأن يبلغنا الغاية في صلاح أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومجتمعنا بأسره. الله يعطيك العافية فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا، شكر الله لك، كتب الله أجرك الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه في جامعة القصيم، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. أنا أشكرك وأسأل الله تعالى لأبنائنا وبناتنا التوفيق والسداد، وللقائمين بالتعليم الأجر والمثوبة والإعانة على إنجاح هذه التجربة، وأسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما يحب ويرضى، وأن يسددهم في الأقوال والأعمال، وأن يقر عيوننا برقي مجتمعنا وتقدم وطننا وصلاح أحوالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي.